مخصصات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بموازنة 2024-2025 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة. المرحلة الثانية تشمل 1667 قرية في 52 مركزاً في نطاق 20 محافظة. يستفيد من المرحلة الثانية حوالي 22 مليون مواطن. 33% من المستفيدين من المرحلة الثانية من سكان محافظات الصعيد. المشروعات تتضمن 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي و 12% لخدمات التعليم والصحة، 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، 4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، 3% لخدمات الطرق، و 2% لتأهيل الترع وكباري الري. تم تنفيذ 23,000 مشروع في 1477 قرية تغطي 20 محافظة بالمرحلة الأولى. إجمالي الاعتمادات الموجهة لتنفيذ المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية بلغ 500 مليار جنيه. مخصصات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بموازنة 2024-2025.